عندما كنت في الصف الثاني الابتدائي. في تلك السنة لم أستطيع إكمال دراستي للفصل الثاني لأن الانفجارات كانت في كل مكان. بقاؤنا في بيوتنا وعدم تمكننا من مواصلة تعليمنا إلى جانب ما خلفته من رهاب آخر. لم نحصل على الحق الوافي من التعليم كأي طفل أو طالب في العالم. كنت أزداد خوفاً كلما سمعت عن أمراض الذين انتشرت أثناء تلك الحرب، مثل مرض حمى الضنك الذي انتشر بشكل كبير بسبب انتشار البعوض. جاءنا فيروس كورونا في وضع لا نستطيع أن نتحمل فيه أي أعباء إضافية. بقينا في البيوت فترة طويلة، لا نعرف ماذا سيكون مصيرنا ومستقبل حياتنا. من الحرب الغاشمة التي أهدت كل جدران الأمل وأشعة النور التي كانت الملجأ الوحيد لنا، تركت فينا وفي أسرنا آثار لا يمكننا نسيانها. فلا يخلو أي بيت في اليمن بدون شهداء أو جرحى أو معتقلين. كل ما أريده هو نشعر بالأمان. أنا لي الحق في عيش طفولتي في هذه الظروف، فهنالك التجنيد والاعتداء والانتهاك لحقوق الطفل اليمنيين. في وقتي الحالي أتبنى من اليونيسف أن تنشئ مراكز الدعم النفسي وتطوير مهارات الأطفال وإنشاء مكان آمن يوعيهم من المخاطر المحيطة بهم ويحفظ لهم حقوقهم ويوفر لهم العيش الآمن الذي يبعدهم عن أجواء الحرب والصراع. أتمنى من منظمة اليونيسف في المحافظة إعادة تنفيذ مشروع المساحات الصديقة والآمنة للطفل، لما للطفل من أهمية كبيرة. أصبح الأطفال يعملون في سن مبكرة في السادسة أو حتى الثامنة ليعيلوا أنفسهم وأسرتهم. فالضحية الأكثر ضرراً أمام هذه الحرب هو الطفل اليمني، فالطفل اليمني بات يصحو على خراب البيوت ويستيقظ على صوت جوع البيوت. فالحرب لم تتعدى على حقوقه فحسب، بل هددت بذلك على قوته اليومي. نعاني من حرمان هذا الصراع، يعني حرمان مواصلة التعليم، ونفترض أن يكون هناك توفير يعني مبالغ مالية للأطفال لكي يتم مواصلة التعليم بشكل جيد جدا. نزحت إلى صنعاء بسبب الحرب التي قامت علينا في الحديدة. حتى أني عانيت أنا وأسرتي من نقص في الغذاء والماء، لدرجة أننا كنا نخرج أنا وأسرتي للبحث عن ماء مثلنا مثل كثير من الناس. أتمنى أن يعود السلام لوطني الذي انحكته حروبه، وأن يعود الأمل لكل من خسره. أريد أن أكون دكتورة أجل أن أساعد الناس، وأكون دكتورة قلب. Actually, I hope if I will be a doctor, exactly, I want to be midwife to help the women and their children in the future. Inshallah. I want to be a manager in future. أتمنى أن أكون دكتور أسنان. إن شاء الله أكون مهندس نفط في يوم من الأيام، وإن شاء الله إذا تطورت الإمكانيات فإني أكون شيء كبير لدى منظمة اليونيسف. في عندي طموح كمان إنه أكون ضمن هذه منظمة اليونيسف عشان أقدر أساعد الأطفال، ويعني أكون أعطيهم أمل زي ما أنتوا الآن بتعطون. Thank you for your patience. Thank you for your preparation for this meeting. And thank you for being such strong voices for children in Yemen. And I agree with you very, very much. There is nothing good in war. And you are the living example through what you said, through your own experience, that war is the worst solution to any problem. And so peace should be the immediate objective. Yes, peace needs to prevail quick and fast in Yemen. And so we will be here to relay your voice, not only to bring assistance, but try to be also to relay your voice and when needed, be your voice with the international community.